وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصولها للشرائح المستهدفة. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، وجه الرئيس بأن ترتكز تلك البرامج على مساعدة الفئات الأكثر احتياجا للتحول إلى العمل والإنتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر، مع دعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملي فعال من خلال تناول محاور التعليم والصحة والبنية التحتية.